ينضم إلينا من موسكو يوسف بيجار مراسل الغد. مرحبا بك يوسف، ضعنا في تفاصيل انطلاق مؤتمر الأمن الدولي السابع في موسكو، وما الأجندة التي يطرحها الجانب الروسي خلال هذا المؤتمر يوسف؟ نعم نعم رويدة، انطلق مؤتمر الأمن الدولي في نسخته السابعة هنا في موسكو تقريبا الساعة 10 بالتوقيت المحلي للعاصمة الروسية، بمشاركة وفود 95 دولة بما فيهم 30 وزيرا وخبراء من عدة دول. أجندة هذا المؤتمر يهيمن عليها موضوع الملف السوري وملف محاربة الإرهاب. في بداية هذا المؤتمر كانت هناك كلمة لوزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو، والذي طرح أو كشف أجندة أو حصيلة العمل أو عمل الجيش الروسي في سوريا وملف مكافحة الإرهاب. كانت هناك تصريحات قوية لشيغو وصف خلالها أن التحالف الدولي لم يساعد الجانب الروسي في ملف مكافحة الإرهاب، بل في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات كان يدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية. شيغو حذر كذلك خلال هذه الكلمة من إمكانية حصول الجماعات المتطرفة والإرهابية على أسلحة كيميائية خاصة في سوريا أو في أفريقيا وحتى في أوروبا. كانت كذلك هناك كلمة للرئيس أو رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرأها ممثلون عن الجانب الروسي، أكد خلالها بأن تنظيم داعش في سوريا تلقى خسائر فادحة، لكن قال بأن هناك إمكانية لعودة تنظيم داعش من خلال شن هجمات في أوروبا أو في آسيا. اللافت للانتباه في هذا المؤتمر هو غياب الجانب الغربي. ربما بعض الخبراء هنا يقولون بأن قضية ما يعرف بالجاسوس المزدوج سيرجي سكريبال ألقت بظلالها على هذا المؤتمر غياب الجانب الغربي، رغم أن وزارة الدفاع الروسية وجهت دعوات لممثلين عن الولايات المتحدة وممثلين عن الدول الغربية، لكن ما لاحظناه هنا هو غياب الدول الأوروبية. الخبراء قالوا بأن السبب الأول يرجع إلى توتر العلاقات بين موسكو والغرب كما قلنا على خلفية حادثة سيرجي سكريبال، لكن هناك ملفات أخرى ستبحث اليوم على غرار توتر العلاقة بين موسكو والغرب. رويدة، سنتابع معك المستجدات يوسف بيجار مراسلنا من موسكو، شكرا لك.